وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المستشار نواف عبد الله حمزه، رئيس هيئه التشريع والراي القانوني، المدير التنفيذي للانتخابات النيابيه والبلديه 2022. مرحبا بك معنا في نشره الثامنه، وبدايه ومع صدور الامر الملكي السامي بتحديد موعد الانتخابات النيابيه للفصل التشريعي السادس، وكذلك تحديد موعد الانتخابات البلديه، لو تطلعنا على الاستعدادات الجاريه لتنظيم العمليه الانتخابيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يمسيكم بالخير. في الحقيقة انطلاقا من دور هيئة التشريع والرأي القانوني كجهاز مستقل ذات طبيعة قضائية، بدأت الهيئة في الحقيقة من منتصف شهر مارس الماضي من هذا العام بالتحضير المبكر للعملية الانتخابية ووضع الأطر العامة والخطوط العريضة ترقبا لصدور الأمر الملكي السامي من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بتحديد ميعاد الترشيح والانتخاب للمجلس النيابي، وكذلك تحديد موعد الانتخابات البلدية، والعمل فورا على تنفيذ الأمر الملكي السامي بتوفير البنية اللوجستية السليمة للعملية الانتخابية في جميع مراحلها المختلفة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الهيئة بعد كل دورة انتخابية تقوم بعملية تقييم لجميع النواحي التنظيمية، وذلك وصولا لتمكين الناخب من الإدلاء بصوته في يسر وشفافية، وكذلك بالنسبة للتأكد أيضا من وجود الأرضية السليمة بالنسبة للسادة القضاة للقيام بدورهم بالإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية. نعم، لو تطلعنا أيضا أكثر على المراحل الأساسية للعملية الانتخابية وترتيبها وفق المسار القانوني. نعم، المرحلة الأولى هي مرحلة عرض جداول الناخبين وتلقي طلبات القيد والاعتراض، ومن ثم الطعون أمام المحكمة المختصة. المرحلة الثانية هي مرحلة فتح باب الترشح وتلقي طلبات الاعتراض، ومن ثم فصل اللجان الإشرافية في طلبات الاعتراض، ثم وصولا إلى الطعن أمام أيضا المحكمة المختصة. ويليه المرحلة الثالثة وهي مرحلة الدعاية الانتخابية التي يباشرها المرشحين بعد أن يتم قبولهم بصفة رسمية من قبل اللجنة الإشرافية كمرشح. المرحلة الرابعة عندنا مرحلة الاقتراع في الخارج، ثم تليها المرحلة الخامسة وهي الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وأخيرا المرحلة السادسة وهي الأخيرة هي مرحلة فصل محكمة التمييز في الطعون على جميع على نتائج الانتخابات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن العملية الانتخابية في مملكة البحرين تحظى بالإشراف القضائي الكامل ابتداء من مرحلة عرض جداول الناخبين انتهاء إلى مرحلة الطعن في نتائج الانتخابات أمام محكمة التمييز. وبدور نحن كهيئة التشريع والرأي القانوني نسعى دائما لتهيئة الأرضية المناسبة لأن يقوم الناخبين بالإدلاء بأصواتهم بحرية وشفافية وسهولة، وكذلك الأمر بتهيئة الأرضية السليمة أيضا للسادة القضاة للقيام بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية. نعم، جهود واضحة تقومون بها لإنجاح العملية الانتخابية بكل شفافية ومصداقية. المستشار نواف عبد الله حمزة، رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2022، شكرا جزيلا لك.